القارة كلها بكل الأدوات والمعدات، من صناديق الإقتراع، من مكان لكبار السن، من مكان لذوي الاحتياجات الخاصة، من كراسي متحركة بعجل. يعني ودي حقيقة، يمكن أنا شفت النهاردة في وأنا موجود في اللجان، شفت فعلا قد إيه شعب المصرية يعني شعب عريق، وقد إيه إن أنا شفت رجال كنت متوقع إن يعني لو ما نزلش من بيته وراح ينتخب يعني محدش كان هيلوم. يعني الراجل لديه من الظروف ما يحبسه في البيت، ولكن شفت ناس حريصة إنها تنزل وتبدو بصوتها. كان في قرار غير معلن لسعادتك عن عدم الاتصال او التواصل مع اي من المرشحين خلال الفتره اللي فاتت؟ لا مش معلن، غير معلن ليه؟ ده معلن. وبعض المرشحين اتكلموا معانا وقالوا لنا ان حضرتك ان هم اتصلوا بحضرتك وحضرتك رفضت الحديث مع اي مرشحين. ايه كواليس الموضوع وايه اللي تم؟ والله دي وجهه نظر عامه في هذا الموضوع. انا المرشح اللي جاي يحضر عند المحافظ وجايب طلبات، اذا كان جايب الطلبات نيابة عن الشعب، فالشعب المحافظ ده هو بتاع الشعب، فمش محتاج ان حد يكون وسيطا فيما بينه وبين هذا الشعب، زائد ان هو ليس له الصفه التي يقوم باستلام هذه الطلبات من هذا الشعب عشان يكون المحافظ. والشعب مش المحافظ. في يوم مفتوح مع الجماهير؟ لا، وانا كمان كنت بروح المراكز الى الجمهور نفسه واسال اذا كان في حاجه عندك. انا جاي في لقاء مواطنين، انا اللي جاي لك فيه مش حضرتك اللي جاي لي فيه. طيب بعد الانتخابات بقى يرجع لنا بقى حاجه من اثنين، يرجع لنا نائب عن الشعب، يبقى لو جاب الطلبات دي يبقى جابها مفوضه على الشعب الذي قام بانتخابه ليكون نائبا برلمانيا له، ونقول على رحبه والسعه. يا اما يجي لنا مواطن لم يحالف الحظ وانه ينجح ويبقى عضو مجلس الشعب، ولكن له عندنا حق المواطن يجي على دماغنا من فوق. انما في فتره الريبه اللي هي فتره ما بين الانتخاب، انا قلت الترشح، بمجرد ما يقدم اراء الترشح خلاص